السلام عليكم مشاهدي الكرام مشاهدات مرحبا بكم في فيديو جديد ومع جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن أحوال الصحة ديالكم تكون جيدة إن شاء الله. اليوم غنوجد معكم هذا الصاب اللي هذا اللي كيبان لكم بالصورة اللي كيجي ولا أروع وكيجي مكرمل وكيجي زوين بزاف بواحد الطريقة اللي سهلة ويعني معروفة ما غتحتاجوش بزاف ديال المكونات ما نتدو شويه بزاف يعني عشان وحده غادي نخرجوا منها بزاف ديال الاشكال. ندوزو المكونات وطريقه التحضير. كما كتشوفوا هنا عندي كاس عندها ديال الزيت مائده، هذه هنايا الزبده الحلويات، عندي كاس عندها ديال السكر كلاصي، عندي هنا واحد ثلاث معالق ديال النشا او الميزينا، عندي هنا واحد الربع مكبش ديال اللوز، عندي جوج بيضات وعندي حتى جوج خمارات، واحد خمارة ديال الحلوة وجوج ديال الفاني ودقيقة على حسب الخليط. كما كتشوفو معايا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. باقي غادي نضيف واحد بيرلي طبيعي، هنايا يعني الشكلاط التزيين واللوز إيفيلي تزيين كيبقى ليكم نتوما. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الصابلي هدا. غادي نخليكم مع طريقة التحضير، فرصة ممتعة. هذا هو البيرلي اللي استعملت، نتوما ممكن تستعملوا اي نوع بغيتو. هاد البيرلي هذا كيجي زوين بزاف في الصابلي اولا اي غرزة درتو، يعني اي نكهة بغيتو ديرو كاين حتى مشكل. انا استعملت هذا طبيعي باش كيهشش لينا هذاك الصابلي، كيجي مقرمش وكيعطي حتى واحد النكهة اللي كتجي زوينة بزاف. انا هنايا راه ضفت واحد شويه ديال اللوز، نتوما ممكن ديرو كاوكاو ولا ديرو اي حاجه عندكم يعني تضيفوها، اولا ما ديروش كاع لا كاوكاو ولا اللوز كيجي زوين. غادي نخليكم مع طريقه التحضير، فرجه ممتعه. كنضرب لكم موعد فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. بقاو على خير، كملوا الفيديو حتى النهايه ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي.